متابعينا أكيد بصبحنا ووصلنا إلى فقرتنا الثانية لليوم، ورح نروح بجولة مع فنانة تشكيلية سورية خريجة معهد أدهم إسماعيل، وهي عضو اتحاد الفنانين التشكيليين ولها عدد كبير من المشاركة بالمعارض الفردية والجماعية. رح نحكي أكثر عن مسيرة هالفنانة، ورح نحكي أكثر عن الحلم، الطموح، الهدف والثغرات، ونحكي أيضا عن اللوحات وشو بتتميز مع الفنانة ميرفت شحاده الخوري. أهلا وسهلا فيك صباح النور. أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. صباح النور، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. قبل ما نحكي عن تجربتك الفنية وعن المعارض المشاركة فيها الفردية أو الجماعية، خلينا نحكي شو اللي جذبك بالبداية للفن التشكيلي؟ يعني شو اللي لفتك بالبداية؟ كل حدا بتلاقي في شيء بيحبه وبيتوجه لإله ببداية رحلته. هي بذور يعني يمكن تنزرع من الطفولة، بحس انه انا بحب هذا الشيء، فبتنمى لما كل ما الانسان تقدم بالعمر بيقول انه انا هذا اللي يعني هذا الشيء اللي بحبه، هذا اللي بلاقي حالي فيه. تمام. قصه شغف وحب يعني سنين طويله، بعدين هيك بيتحقق الحلم مثل ما قالت المدام، يعني بتحسي انه خلص هذا اللي انا بدي اياه وبدي استمر فيه. لكن خلينا نحكي عن البدايات، ايمت بلشتي؟ ايمت حسيتي انه انت بتمتلكي موهبه بتخص الفن؟ صحيح. هلا انا بعد البكالوريا انتسبت لمعهد ادهم اسماعيل للفنون التشكيليه، كان فرصه حلوه كثير انه كان فيها الاساتذه كثير مخضرمين ايام استاذ ميلاد الشايب الله يرحمه، استاذ حمود شنتوت، استاذ عدنان حميده صاحب فضل كبير بالبدايه وحاليا ويعني مؤخرا، لانه انا قطعت فتره بعد ما تخرجت عام 1997 قطعت فتره ورجعت رجعت بين بدايه 2018. خلال الخمس سنين الاخيره انتقلت الموهبه من خلال التجارب اللي خطة، يعني استمريت بالعمل خلال هالخمس سنوات الأخيرة بشغف أكثر وبحب أكثر نتيجة هالانقطاع، فصار يعني ردة فعل إنه خلص أنا هيك بدي أتطور لأوصل للشيء اللي أنا برتاح له يعني بالنتيجة. طيب خلينا نحكي عن فينا نقول بداياتك بالفن التشكيلي. عم نشوف لوحات جميلة وفيها ألوان زاهية، يعني شو المدارس اللي بتتأثري فيها أو المتأثرة فيها؟ بتلاقي لكل حدا خط معين، يمكن اللوحة هي بتعكس الخط تبعه أو المدرسة، الألوان، الرسم، شو أكثر مدرسة تأثرتي فيها؟ هلا بالفترة الأخيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تأثرت بالمدرسة الانطباعية، يعني هي حسيتها انه هي المدرسه اللي هي بتشبهني اكثر من غيرها. طبعا خضت تجارب اخرى تتعلق بالالوان الاكريليك وتقنيات الاكريليك. بهي المجال بهذا الوقت اللي رسمت فيه كان بعد الحرب مباشره، فكانت لوحات تعبيريه وليست انطباعيه، فالانسان يعني بشكل عام بيتاثر يعني بالمحيط بالبيئه، بيجسد كل مرحله مختلفه عن الاخرى. ولكن بالفتره الاخيره رسمت انطباعي واقمت اللي بيميز انطباعي اكثر. انطباعي هو بيتميز بالوان الفرح. صحيح. يعني هو هذا واضح على لوحاتك. صحيح. اقرب لشخصيتي. يعني العمل الفني بالنسبه لي هو عمل مفرح، بيبث الامل بالمشاهد، كل مشاهد كل متلقي بيستقبل العمل الفني حسب ثقافته حسب بيئته، وكنا نحن بها حاجة لهذا الشيء بهذا الوقت. صحيح. لكن خلينا هيك نحكي عن مشاركاتك وشو أبرز المعارض اللي بلشتي بالمشاركة فيها، إن كانت جماعية وإن كانت فردية وإن كان في وأيضا إنه بدمشق أو خارج دمشق. لا للأسف خارج دمشق ما عندي معارض خارجية. إن شاء الله مو بس خارج دمشق، خارج البلد. بس من أهم المعارض اللي بفتخر إني عرضت فيها هي المشاركات الجماعية بمعارض الخريف السنوي. لأنه هذا بيكون برعاية خاصة من مديرية الثقافة، مديرية الفنون الجميلة بالإضافة لوزارة الثقافة. وجمهور اللي بيرتادوا يعني جمهور مميز، لأنه جاي خصوصاً يحضر شيء اسمه المعرض السنوي. طبعا هو هذا كان له مجد كبير من زمان، يعني كان يقام بالمتحف الوطني،
وحاليا عم يقام هاي السنه وكان بقلعه دمشق باحتفالنا بايام التشكيل السوري. فهدول اهم شيء المشاركات. طبعا كان لي مشاركه ثلاثيه بمركز ثقافي ابو رمانه من زمان، كان لي مشاركه بمعرض الشباب بصاله البيت الازرق، كمان كان تشجيع حلو من استاذ سامر عيد بحب اوجه له تحيه. في عده مشاركات الحقيقه ما حضر لي، بس هدول اكثر شيء. واهم المشاركه، اهم المعارض، المعرض الفردي الاول كان صحيح. هو هذا اللي توج هالتجربه بالنتيجه وصقلها يعني وابرزها، لانه اكثر شيء عبر عن حالي، يعني عبرت فيه عن حالي وعن احاسيسي. كنا عم نشوف على الشاشه بعض لوحاتك واعمالك، ومعنا كمان بالاستديو بعض اللوحات رح نشوفها عبر فينا نقول الكاميرا. مثل ما قلتي يمكن المدرسه الانطباعيه فيها بتنعكس الفرح والتفاؤل، هيدا واضح من خلال الالوان. خلينا نحكي عن هي اللوحه مثلا، شو المختلف فيها؟ ضحكتي لما شفتيها يعني، انبسطتي من قلبك. هي مثل ما بيقولوا شيء بفرفح القلب. صحيح. ايه يعني انا ما بعرف احكي عن المدرسه الانطباعيه وعن اللوحه، لانه هي بتعتمد على نقل الواقع يعني، وبتعتمد على كل شيء بيشوفه يعني بيشوفه الفنان بنفس وقت اللي عم يشوفه. شو حبيتي توصلي بهي اللوحه؟ مثل ما قلتي، رساله فرح، رساله امل من خلال الورد. وفي حافظت يعني باسلوبي وبنظرتي للورد، يعني كل واحد له نظره بالفن، انه اكون حافظه على الشفافيه، يعني حسيت انه هذا اسلوبي اللي بيميزني عن الاخرين. بشكل عام حاولت اترك كمان مساحه بيضاء ببعض اللوحات، لانه بتطفي يعني جو، بتحسسك انه اللوحه عم تتنفس، موضوع اللوحه عم يتنفس. ايه فبيلاقي قبول ورضا لدى المتلقي يعني. فهيك بتحسسك بالراحه اكثر شيء. صحيح. نعم. يعني خلينا هيك نحكي، كثير في من الاشخاص بيشوفوا هذا النمط من الفن ما غير مفهوم، بيفسروه على زون، يمكن شوي هيك بيصفنوا فيه، وكل حدا شوفه بزاوية هو حابب يشوفه منها. اليوم خلينا نحكي يمكن كيف نحن بنقدر نوصل أفكارنا من خلال الألوان، من خلال اللوحات، حتى إن كانت غير مفهومة، نحن كيف كفنانين منوصل هيدا الشيء للمتلقي؟ هلا بالنسبة للفن الانطباعي، هو يعني إجمالا بلامس رهافة مجتمعنا للحس الفني. يعني هو إجمالا أنا بعتقد أنه مفهوم كتير وقريب كتير لأحساس الجمهور. هلا ممكن يكون هذا الموضوع بالنسبة للمواضيع التعبيرية يمكن يحسوا أنه بعيد عنهم. كان لي تجربة بالنسبة لمدينة معلولة بعد الحرب، فكان فيها نوع من الحزن والألم، يمكن هيك حسيت أكثر. أما الانطباعي لا، حسيته مفهوم أكثر وقريب لمجتمعنا وللذوق العام بشكل عام. طب خلينا نحكي عن ردة فعل الناس، يعني لما تشوف لوحاتك كيف لمسيها بالمعارض ومعرضك الأول مثل ما قلتي يمكن هي خلاصة تجربتك الفنية والاحتكاك الأول مع الناس والتواصل الأساسي. صحيح. كان يعني النقاد وردود الافعال للمشاهدين كثير كانت حلوه، وحسيت انه حسوا حالهم. في احد النقاد قال لي، احمد كمال بحب اذكره بالخير، قال لي حسيت حالي فايت على دوحه، فايت على حديقه. قلنا حاله فرح يعني كل الظروف. انه انت يعني جسدت مختلف فصول السنه بعده لوحات، وكان لي بصمه يعني باسلوبي الخاص ونظرتي للموضوع. يعني كل موضوع له خصوصية، وبالتالي أنا جسدته بطريقتي وبأسلوبي ونظرتي الخاصة فيها، فهذا اللي ميز المعرض الفردي لإلي. وأكيد انبسطت وافتخرت فيه، وكان في إقبال حلو حقيقة. نعم. قبل ما نختم مع حضرتك، خلينا نحكي شو هي أهم تحضيراتك القادمة في معارض جديدة للعام الجديد، في مشاركات جديدة أيضا، وفي شيء حضرتك ممكن تقدميه لطلاب، لأي حدا حابب يتعلم؟ دخلتي بمجال التعليم؟ للأسف ما دخلت، بس بحب يعني مجال حلو، فيه عطاء، فيه يعني بتبسي الامل، يعني خصوصي بالنسبه للاطفال بحب هيك شيء.
بس لهلا ما سنحت لي الفرصة. عم تحضري لمعرض جديد لإلك قريبا؟ هلا في تجربة انا لسه ما ظهرت للعلن وهي مجموعة مهمة بالنسبة لإلي بعتبرها جدا مهمة اللي هي التجربة التعبيرية. فبحب اطرحها ولكن مو هلا، بعد فترة يعني لحتى تختمر اكثر وكفيها بلوحات اخرى هي مواضيع تعبيرية. اكيد. هلا في عنا نشاط قادم بمركز ثقافي ابو رمانه بتقيمه جمعيه شموع السلام ب 27 الشهر، هو عباره عن امسيه ثقافيه فيه رسم وفيه شعر وفيه عزف. فانا تشرفت انه دعوني اني ارسم بشكل مباشر قدام جمهور، فهي خطوه حلوه يعني خليط فني يعني مشترك. عم نشوفها بالآونة الأخيرة. الفن هي جمال يعني بالنتيجة وبتسعد الجماهير. وأنت بعد الخبرات مع الغير قديش بيثقل موهبتك أو رحلتك الفنية؟ أكيد أكيد الاطلاع على أهم التجارب الفنانين خصوصي ببلدنا وخصوصي إنه نحن عم نشهد أيام التشكيل السوري، أيام التشكيل الفني السوري برعاية وزارة الثقافة، فبكل الصالات وبكل الصالات العامة والخاصة في معارض حالياً لمدة تقريباً 15 يوم. فعن جد شيء انه يعني شو شيء بيرفع الراس، انه بتحسي انه في فن ورجعت نهضه سوريا بهالفن أحيان. لانه هي بالنتيجه صوره حضاريه، الفن هو الصوره الحضاريه لبلدنا الحلو. تماما. يعني اليوم نحن كثير هيك انبسطنا باستقبال حضرتك وحكينا يمكن بشكل عام عن الفن، عن التحضيرات، عن الاهتمامات وعن البدايات من خلال يمكن تجربتك واختصارا لسنوات يمكن خلينا نقول يعني سنوات ابدعتي فيها من خلال لوحاتك. بختامنا وكلمه اخيره، شو بتحبي توجهي رساله فنيه ان كان للاهتمام بالفنانين، ان كان بفتح مجال للمعارض الفرديه، ان كان باي شق انت حابه توصلي كلمه ختاميه لكل حدا عم يتابعك؟ بحب اقول انه الفن هو رساله فرح وامل وسلام، وبتمنى الكل يتذوق هذا الفن ويعيش فيه ويفرح فيه. وبتشكر وزارة الثقافة ومديرية الفنون، كل حدا دعمنا، كل حدا دعم أي فنان ببلدنا، لأنه هو فعلا بحاجة للدعم وخصوصا فئة الشباب. صحيح. هذا اللي أهم شيء، أنه نهتم بطلاب كلية الفنون، ندعمهم حتى بالمواد بالمراسم، نلاقي آلية للمتخرجين أنه يكون لهم دور بإطفاء الجمال لبلدنا بالساحات بالحدائق. يعني هذا كله أنه ما ينحصر بس فقط بالمراسم، فقط بالصالات الخاصة، فقط ينطلق لبرا يعني جميع أنحاء جميع أنحاء بلدنا يعني. بلدنا لأنه هي انعكاس لحالة فنية أكيد بتبعث فينا نقول الفرح والتفاؤل بنفوس الناس. هي مزدهرة الحمد لله وناشطة ورائعة. أكيد. فعلا أكيد. بالختام نتمنى لك التوفيق. الفنانة التشكيلية مرفت أمين شحادة خوري على وجودك معنا، نتمنى لك مشاركات خارج دمشق وإن شاء الله بنشوف معرض إلك كمان خارج القطر، نتمنى لك أكيد التوفيق. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية.